في الاتصالات تونس، في ستيك، في سونيت، في الوزارات، في كل شيء، اسمك يتحط، واحد اخر عنده معرفه يتشطب اسمك انت ويتحط اسمه هو في القائمه. صارت لك هذه؟ صارت. وين؟ صارت في الفامي زادة، اقرب الناس ليا، تنحى اسمه وتحط اسم حد اخر. دونك ما نحبش انا نكون سبب باش نقطع قسم حد اخر اسمه تحط ويتحط اسمي انا. لا. يعطيك الصحة، مازال ماذا بينا انه يبقى هكا في برشا عباد يخموا كيف. انت والحاجة اللي يزرعوها فيك العائلة، الأم والبو يزرعوا فيك اللي انت يلزمك ما تاكلش قسم حتى حد، كيما انت ما تحبش يكون ياخذ لك بلاصتك. ما تاخذش بلاصت حتى حد. دونك انا نستنى كيفي كيما الناس الكل. دونك نطالبوا من الدوله كيما عملتوا نظام وسيستيم وتابع وزاره الصحه وتابع الفاكسان، نتمناو تعملوه للشباب في البطاله، كي يهبط قائمه نتاع اسم حد من غير ما يجي حد عنده بوفوار على حد اخر يتنحى اسمه ويتحط اسم اخر. علاش؟ خاطر هذاك ماخذ رشوه، وهذاك خذاه فلان، وهذاك عنده معرفه، هذاك اخوه، هذاك ولد عمه، هذاك ولد خاله.